عاجل جدا قطر تقف مع مصر ضد سد النهضة، وهام 5 قوانين هامة جديدة وموافقة عاجلة من الرئيس السيسي، وعاجل الشيخ محمد حسين يعقوب يعلق على ضبطه وإحضاره، وعاجل جدا 14 يوم فاصلة في حياة أبرز قادة الإخوان المسلمين قبل أن يصدق على إعدامه من الرئيس السيسي. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ في تفاصيل أول خبر معانا، وعاجل جدا قطر تقف مع مصر ضد سد النهضة. وزير الخارجية القطري أكد بعد اجتماع للجامعة العربية بحث قضية سد النهضة إن قطر ستقدم أي دعم يطلب منها من الدول الشقيقة، مشددا على أهمية التعاون العربي. قال آل ثاني بعد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية الجامعة الدول العربية استضافته الدوحة بطلب من مصر، إنه أكد أهمية توقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يحفظ حقوق الجميع. وزير الخارجية القطري أشار إن الموقف العربي يحث الوسيط الإفريقي على ضمان عدم حدوث خطوات أحادية تضر بمصر أو السودان. أشار آل ثاني إن العلاقات مع مصر تسير في اتجاه إيجابي، أضاف نتطلع إلى علاقات طيبة مع الدول العربية كافة، وشدد على أن التعاون العربي مهم جداً للمضى قدما في تطبيق الأجندة العربية في المنطقة، وتعهد بأن قطر ستقدم أي دعم يطلب منها من الدول الشقيقة والصديقة. من جانبه قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن الدول العربية تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة لبحث الخلاف بشأن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة الذي شيدته على النيل الأزرق. مصر والسودان زي ما حضراتكم عارفين إنها بتتفاوض على قضية سد النهضة منذ 10 سنوات دون تحقيق أي نجاح حول هذه القضية، بينما يتصاعد التوتر في الأشهر الماضية بعد تنفيذ إثيوبيا عملية تشغيل أولي للمنشأة. المصدر معانا كان من وسائل إعلام قطرية وبعض الوكالات، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو، ويلا ندخل على تفاصيل الأخبار. ننتقل لخبر آخر، وعاجل الشيخ محمد حسين يعقوب يعلق على ضبطه وإحضاره. الشيخ محمد حسين يعقوب أشهر شيوخ مصر علق على قرار المحكمة بضبطه وإحضاره لاستجوابه في اتهام متهمي قضية خلية داعش إمبابة في انتهاج فكره. محمد حسين يعقوب أكد بشهادته نقلها نجله الشيخ علاء الدين إن المتهمين في القضية ليسوا من تلاميذه، بحسب قوله قائلا: سألنا الوالد وقد أكد إن أسماء المتهمين في هذه القضية وهي المعروفة بقضية داعش إمبابة ليسوا من تلاميذه ولم يلتقي بهم، وسيدلي بشهادته أمام المحكمة لتوضيح الأمر، موضحا إن والده مريض ومع ذلك سيذهب إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش إمبابة. نجل الشيخ محمد حسين يعقوب قال ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك علاقة بين والده وبين المتهمين وما إذا كانوا من تلاميذه، قال: مستحيل، هؤلاء ليسوا تلاميذ والدي، وهذا رأي الشيخ أيضا. لافتا إن الشيخ محمد حسين يعقوب لم يذهب خلال المرتين السابقتين للإدلاء بالشهادة بناء على طلب المحكمة بسبب سوء حالته الصحية. نجل محمد حسين يعقوب تابع وقال: هيتحامل على نفسه وهيروح، الموضوع بسيط والإعلام كبر العملية، خصوصا صياغة بعض الصحف للخبر غلط، حيث نشرت بعض الصحف والمواقع بأن المحكمة تأمر بضبط محمد حسين يعقوب في قضية داعش، الخبر غلط والصح للإدلاء بشهادته. المصدر معنا كان من صحيفة الوطن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معنا، وهام 5 قوانين جديدة وموافقة عاجلة من الرئيس السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على عدد من القوانين بعد موافقة مجلس النواب، أبرزها قانون العلاوة والحوافز. كما صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 68 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر. صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 69 لسنة 2021
بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنع علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما صدق على القانون رقم 70 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون الكهرباء الصادر بقانون رقم 87 لسنة 2015 وبشأن اشتراك الشركة القابضة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في القيام ببعض الأعمال. وصدق الرئيس السيسي على قانون رقم 71 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. المصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا وعاجل جدا، 14 يوم فاصلة في حياة أبرز قادة الإخوان المسلمين قبل أن يصدق على إعدامهم الرئيس السيسي. 14 يوم فاصلة في حياة صفوة حجازي أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان الإرهابية قبل إعدامه بعد الحكم عليه في قضية اعتصام رابعة العدوية. محكمة النقض في مصر قضت يوم الاثنين بتأييد حكم الإعدام بحق كل من القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد بلتاجي والقيادي بالجماعة صفوة حجازي في قضية تدبير اعتصام رابعة. وبهذا الحكم فقد أصبحت قرابة 300 ساعة تفصل صفوة حجازي عن أن يصبح الحكم واجب النفاذ، حيث أن الحكم بالإعدام لا ينفذ إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، لأن القانون أعطى الرئيس الجمهورية الحق في العفو أو تخفيف العقوبة، وينفذ الحكم بالإعدام إذا لم يصدر العفو أو إبدال العقوبة من الرئيس خلال 14 يوم وفق المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية. كشفت مصادر قضائية أن الحكم القضائي الصادر من محكمة النقض بحق قيادات جماعة الإخوان هو حكم نهائي بات لا يجوز الطعن فيه. وأضاف المصدر أن حكم الإعدام الصادر ضد قيادات الجماعة ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وبعدها تقوم النيابة العامة وقطاع السجون بتحديد موعد تنفيذ حكم الإعدام. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن والمصر اليوم، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نرجع للعلاقات المصرية القطرية، الاجتماع اللي كان بين مصر وقطر عشان ينهوا الخلاف. يأتي اجتماع اليوم في ظل تطبيع العلاقات بين قطر ومصر على خلفية انهاء الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017 بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة من جهة أخرى، حيث توصلت الأطراف يوم 5 يناير 2021 إلى اتفاق مصالحة خلال قمة خليجية بمشاركة مصر في العلا السعودية. المصدر معانا كان من وسائل إعلام قطرية وبعض الوكالات، ونحب ان احنا يعني نختم ونقول ان الشيخ محمد حسين يعقوب كان بيدلي بشهادته فقط وليس كان متهما او متهم في قضية داعش إمبابة، هو فقط كان يعني بيقول شهادته قدام المحكمة وانه ما راحش المحكمة او الدعوة اللي اتقدمت له خلال المرتين اللي فاتوا بسبب حالته الصحية الحرجة. وده كان ملخص الأخبار معانا في الوقت الحالي. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم إسلام من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي اي بي. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.